السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتي. اليوم فيديو جديد بالنسبة لي. إذا كنتو كتشوفوا أول مرة هاد الفيديو أو هاد القناة، نتمنى تشتركوا في قناتي، لايك كومنت. فيديو اليوم عن كيفية اختيار أفضل الصمغ للرموش الدائمة، كيفاش اختاروا الصمغ الجيد. اليوم أنا غادي نساعدكم وغادي نخلي لكم هاد الفيديو التوضيحي باش تعرفوا كيفاش اختاروا الصمغ الجيد. كيف ما كتشوفوا انا عندي نوعين من الصمغ، واحد احمر والثاني اسود، ولكن الصمغ هو اسود من الداخل، ولكن حتى تفرقوا خليت لكم واحد بالاحمر والاخر بالاسود. هاد النوعين هذا كل واحد كيختلف عن الثاني. كيف ما كتشوفوا الاحمر عندي هو النوعية الجيدة، والثاني هو منتوج صيني، الثمن ديالو رخيص والاحمر الثمن ديالو مرتفع. الان قبل ما نتطرق الاشياء عده، غادي نقوم بواحد التجربه قدام اعينكم باش تعرفوا كيفاش تختاروا الصمغ. هاد التجربه هذه غادي تكون جد واضحه، وهي اللي غادي تخليكم تختاروا الصمغ الجيد. كيف ما كتشوفوا الان غادي ناخذ وحده من هاد الورق وغادي نخليه فوق الطاولة، وغادي نخلي نقطة من الصمغ فوقها. ناخد ورقة ثانية ونحطها تحت الصمغ الصيني. ضروري قبل استعمال الصمغ ضروري أنه نخلطه جيدا حتى يتمازج، ومن بعد نستعمله. كيف ما كتشوفوا خليت نقطة من المنتوج العادي أو الصيني، والآخر منتوج أوروبي اللي أنا كنستعمل دائما في الشغل. الآن غادي ناخد شعرة وكأنني غنبدأ نشتغل، وتشوفوا كيفاش غادي ناخد من كل نقطة ديال الصمغ. كيف ما كتشوفوا هنايا بان انا غادي نسبق شويه الاحداث، بان الصبغ الاصلي او الاوروبي كيكون جد سائل وكيكون سهل. ملي مثلا كتدخلوا الشعيره على هذا الشكل هذا وكتخرجوها، كتخرج كانها نظيفه، وهذا الشيء كيخلي ان الشغل ديالك تيكون جيد وما كيكونوش الشعيرات في على الشعر الزبونه ما كيكونش مخلط. بينما غادي ندخل هاد الشعره في الصمغ الصيني اللي هو كيكون الثمن ديالو رخيص، كيف ما كتشوفوا كيلتصق، ماشي سائل كالنوعيه الاصليه. كيف ما كتشوفوا هنا غنخلي لكم واحد الصوره ديال العين اللي كتكون بالصمغ الاصلي والعين اللي كتشتغل بالصمغ الصيني. كيف ما كتشوفوا هاد العين هذه مشتغله بالصمغ الاصلي، شغل نظيف وما كاينش تكتلات الصمغ. هاد الرموش هادو كيف ما كتشوفوا اشتغلتهم بالصمغ الصيني. كيف ما كتشوفوا اللاصق الفوق كيظهر والشكل مقزز، يعني اي واحد يشوف رموشك غادي يعرف بانهم مركبين. النصيحه اللي غنقدر نعطيها من هذا الفيديو
هو ان قبل ما تشري اي صمغ تاكدي منه، ولكن غادي ننصحك نصيحه اخرى، انه شري علبه واحده او قنينه صغيره واحده اللي تكون على 2 غرام او ميلي، وجربيها في الدار، وإلا عجبتك تقدري تطلبي المزيد من نفس الصمغ. هذا هو الحل الوحيد. وايضا تحاولي تشوفي جيدا بان كم دقيقة كيلصق هذا الصمغ. انا غالبا كنشري الصمغ اللي كيلصق في خلال ثانية او نصف ثانية، وهذا النوع ديال الصمغ كيستعملوه فقط البروفيسيونيل، الناس المتمكنين، لانه الى لصق الشعرة ما غاديش تقدري تصحيها مرة ثانية. مثلا الى درتي شي خطأ ما غاديش تقدري تزيلي هذيك الشعرة، لهذا كنقول تاخدي ديال ثانية او نصف ثانية. وايضا تختاري الصمغ اللي كيكون مده اطول من 6 إلى 7 أسابيع، اللي كتبقى فيها الرموش ثابته. كيف ما كتشوفوا هنايا مره اخرى بان الصمغ الصيني كيكون كيف ما كنقولوا معلق لاصق وثقيل، والشغل ما كيكونش مضبوط عكس الصمغ الاصلي. هنا غادي نخلي لكم باش تشوفوا الكتابه اللي كتكون على الصمغ ملي كتبغيو تشريوه. قبل شراء الصمغ ضروري تقراو الاعلامات شنو مكتوب عليه. مثلا هنايا كاتبين بان هذا الصمغ فقط للبروفيسيونيل، الناس يعني البنات او السيدات المتمكنين من الشغل ديالهم، وبان الوقت ديالو كيلصق من ثانيه الى ثانيتين يعني بسرعه، والقوه ديالته انه جد قوي وكيبقى من 6 حتى 7 أسابيع. وكيقولوا ايضا بان الصمغ ديالهم خالي من الفورمالين اللي هي الماده المسرطنه. هنا غادي نديرو ثاني تجربه، غادي تشوفوا القوه ديال اللاصق كيف دايره. هنا انا اخذت من الصمغ الاصلي خليته فوق الشعره، كيف كتشوفوا كانه مغناطيس كيجرو بسرعه فائقه، غير كنحطها كيجرها. وغادي ناخذ شعرة اخرى وغادي نخليها في الصمغ الصيني كيف ما كتشوفوا، وغادي نخليه ايضا فوق الشعرة. غادي تشوفوا قدام عينيكم انها ما كيلصقش بسرعة، وغادي نشفها بالمروحة وغادي تشوفوا الفرق بين الأصلي والمزيف أو الصيني المقلد. كنصح البنات دائما الأصلي ولو مرتفع الثمن خذوه، أحسن ما تاخذوا المقلد. دابا غادي نجر الأصلي، ملي غادي نجرو غادي يتقطع مع الشعرة اللي لصقت معاه، أما الثاني لا، لم يلتصق جيدا. ومن هنا كنستنتجو بان الاصلي اصلي والمقلد كيبقى ايضا دائما مقلد. دفعوا شويه الثمن وشريوا حاجه مضمونه، احسن ما تشريوا الصيني رخيص والزبونه ترجع تشتكي وتشتغني ليها مره ثانيه، او تروح لك من بعد ما تبقاش ترجع عندك. نتمنى تكونوا استفدتوا، وما تبخلوش عليا باشتراك ولايك، ومع السلامه.